لو انت بتحبي فيديوهات الوكالة او البالة او الفيديوهات المحتوى ده، هاتي كوباية شاي وتعالي شوفي الفيديو. انا جيت يا جماعة. السلام عليكم، معكم سارة سيد. لو انتوا اول مرة تشوفوني، فيديو النهاردة بيتكلم عن الوكالة، ونزلت 3 ايام مختلفين. نزلت يوم الحد والجمعة والاربع، وهوريكو انا اشتريت ايه من ال3 ايام. الحركة دي فكرتكم بايه؟ عارفين مسلسل ونيس لما كان بيقول تلاتة تلاتة ثروت؟ فكرني بثروت، بس انا مش ثروت والله. وانا متحمسة جدا علشان انا محظوظة في الفيديو ده. محظوظة ليه؟ علشان انا كان عندي هدف ان انا اشتري قميص ابيض. كنت نازلة عايزة اشتري قميص ابيض بمواصفات معينة، واشتريته الحمد لله. واشتريت كمان حاجات لما عملت عليها سيرش على جوجل، لقيتها ذات قيمة. يعني انا اول ما بمسك الحاجة كده بعرف ان القطعة دي وراها حاجة، بس لما بعمل عليها سيرش والاقي فعلا يعني هي بجد طلعت ذات قيمه وما طلعتش بقول اي كلام، فبفرح اكتر. وسعرها بيبقى مثالي، بس هي قيمتها حلوه قوي. وانا كساره انا بحب اشتري الحاجات دي بقى في الدولاب، حتى لو انا مش هلبسها دلوقتي، بس بدور لها على تنسيق والبسها. فانا محظوظه، فقلت اوريكم حظي في الوكاله في ال3 ايام اللي انا نزلتهم. مع العلم ان الحلقه النهارده اسود في ابيض، يعني انا بالصدفه البحته اشتريت كل اللبس اللي انا شاريه في 3 ايام، اشتريته كله اسود في ابيض. فمش هتلاقوا لون فلت من القاعدة اللي انا حطيتها النهاردة في الحلقة. يعني الحلقة النهاردة باسم اسود فابي. انا صورت الفيديو ده مرتين. المرة الاولى طلع بايظ، كنت هعيط، ويعني باظ بعد ما صورت كل حاجة انا اشتريتها. فانا لسه جاي من برا، يا دوب قلعت الجزمة قلت هصوره تاني، فيا رب ما يطلعش بايظ. في الفيديو كله لما باظ في حتة لحقتها اللي هي ايه، اتلحقت. فتعالوا نشوف مع بعض الحتة اللي هي اتلحقت انا حطيتها، وبعد كده هكمل لكم بقى الفيديو الجديد تعرفوا ايه الفرق. وانا من وجهه نظري ان مفيش فرق، هي الوكاله حظوظ. يعني انا نزلت في اليومين، كان يوم اربع على العصر، وكان يوم الاحد الصبح كان عندي مشوار جنب الوكاله، فعديت على الوكاله يوم الاحد الصبح واشتريت في اليومين حاجات. يعني انا بالنسبه لي حاجات قيمه قوي وسعرها حلو، فهو ما كانش فيه فرق بين الايام. فهو الوكاله في الاول وفي الاخر هي حظوظ. زمان كان في فرق، كان في فرق بين يوم الاحد، كان في فرق من يوم الجمعه، كان في فرق من نص الاسبوع، لكن حاليا كله زي بعضه. بل ان يوم الجمعه الايام دي بقى غالي وبقى زحمه، والناس كلها حطت في دماغها ان يوم الجمعه ده افضل يوم، فخلاص التجار بقوا بيغلوا الاستاندات. يعني تلاقي الاستاند ب 100 جنيه 120 جنيه، في حال ان انتوا ممكن تلاقوا نفس الاستاند البواقي بقى بتاعت يوم الجمعه دي تلاقيها في نص الاسبوع الاستاند بقى ب 35 جنيه وبقى ب 50 جنيه. فهو يوم الجمعه ما بقاش فارق اي حاجه من باقي الايام، هو مجرد ان هو سمعته بقت حلوه في الوكاله. لكن انا عن نفسي كساره هي الوكاله حظوظ، وممكن تنزلي في اي وقت وفي اي ساعه وانت وحظك. تعالوا نتكلم شويه بالتفصيل عن الفرق بين الايام. انا صورت لكم الايام كلها اللي انا نزلت فيها. يوم الاربع عشان اول يوم نزلت فيه الاربع، يعني جيت من السفر ركبت اتوبيس رحت على طول على الوكاله، انا صورته لكم بالتفصيل واشتريت ساعتها بلوزه هوريها لكم. واليوم يعني عادي مش هيفرق اي ايام. يعني اصلا لما نزلت يوم الاربع اساسا لقيت حاجات حلوه كتير، بس انا كنت مرهقه من السفر فما قدرتش ان انا الف، بس كان في حاجات عينيا بتقع عليها، هي حاجات فعلا حلوه. تعالوا بقى اوريكم يوم الاربع انا اشتريت ايه. طيب انا كده كده هكمل الفيديو. هي كوبايه الميه كلها وقعت، يعني انا اتغرقت والبلوزه اتغرقت، يعني في حتت اهي حتت اتغرقت، بس هكمل والله هكمل الفيديو. اول قطعه اشتريتها وهي القطعه دي، عجبني قوي تفاصيلها وحسيت ان هي شكلها غريب، وانا اصلا بحب الحاجات الغريبه، حسيت كده ان هي عجباني. وكانت ماركه شي ان، وكانت على ستاند ال 35، بس انا استغربت هي ليه الناس ما اشتريتهاش، يعني ليه متسابه وكانت طالعه لبره كده، يعني كان في حد بيبص عليها، بس انا ما خدتش بالي هو ايه العيب اللي كان فيها. اكتشفت بعد ما روحت ان كان في الكم ده كان في علامه صدى كبير قوي. فالمهم ان انا قعدتها في كلوريكس الوان 3 دقايق، والحمد لله طلعت في بقايا ممكن ابقى اغسلها تاني. وكان فيها نتشه من الظهر برده، هي مش باينه قوي بس هي في نتشه من الظهر. فيعني قلت كويس ان انا ما شفتش البقعه دي وهي على الستاند، عشان كنت ممكن ما اشتريهاش، كنت هخاف منها، بس انا شفتها بعد ما روحت البيت. اشتريت قطعة كمان يوم الاربع بس انا نسيت اقول لكم عليها، وهي الجيبة دي. تعالي نتكلم عن الجيبة دي شوية. هنحط
بقى نحطها في بقى عشان نظبط. الجيبه دي مقاس 6، مقاس 6، وانا في الحقيقه مقاسي 12. هتقولي لي انت جبتيها ازاي يا ساره؟ هقول لكم ما تسالونيش. بس الحقيقه ان انا اشتريتها لحاجه معينه. اول حاجه قماشتها، عجبتني قماشتها قوي. القماشه بتاعتها كانت قماشه كده يعني حسيت ان هي قيمه. تاني حاجه الستايل بتاعها، الكرانيش دي يعني انا بحب قوي الستايل ده فاهمين، وتقاليني الطويله، فانا ما بلاقيش جياب طويله بسهوله. فالمهم ان انا جبتها، عملت سيرش عليها على جوجل، لقيتها ان هي سعرها يعني مثلا انا شاريها ب 40 جنيه، هي سعرها معدي يعني مثلا هي بي يعني الجيب اللي هي في نفس الرينج بتاعها او اقل منها ب 37 استرليني. 37 استرليني اضربيها في 22 جنيه مصري. والجيبه دي كانت جديده، كانت بالتيكت، بس احنا شلنا التيكت واحنا بنعمل لها العمليه الخياطيه الرهيبه اللي احنا عملناها لها دي، واستغرقت ساعات. يعني قلت ماما اعمليها لي، طلعت يعني اللي بيوسع سنتي 2 سنتي، فكده وديناها لصاحبه ماما عشان بتعرف تخيط، فقالت لي يعني انا هوسعها لك كل ده، يعني ده من ناحيه واحده ده وبعد كده ده، فانا وسعتها كتير جدا. فيعني من كتر ما هي عجباني قلت انا عايزه البسها باي طريقه. فالمهم ان انا هلبس فوقيها اي حاجه هتغطي الجناب، والمهم الغرض ان ده يبان ماشي. يوم الحد بقى انا كان عندي مشوار جنب الوكاله، بعد ما خلصته عديت على الوكاله، كان الساعه 10 الصبح كده. 10 الصبح ده يعني في سوق الحد في الوكاله. المهم ان انا نزلت وصورت فيه، الشارع كان حلو وكان هادي، كان السوق لسه ما ازدحمش. فلو انت تنزلي يوم الحد تنزلي الصبح بدري علشان تبقى الدنيا مش زحمه، وهتلاقي الحاجات بقى لقط كتيره قبل ما تتاخد. واشتريت كذا حاجه لقطه عجباني قوي، والاسعار طبعا جميله. ف قلت اصور لكم كده الجو عامل ازاي، وهوريكم انا اشتريت ايه. اشتريت الهيكول ده. الهيكول ده ليه قصه غريبه قوي، لو يعني انا لما اقولها هتستغربي، فاسمعيني كويس وركزي معايا. الاسبوع اللي فات قبل ما اروح الوكاله انا كنت عايزه اشتري هيكول زي ده بالظبط بس من شي ان. المهم سالت على سعره لقيته 165 جنيه، فانا كان خلاص انا فلست ومصروفي خلص. فقلت للبنت ايه، طب انا الاسبوع الشهر الجاي هاجي يعني هطلبه باذن الله. المهم خلص الموضوع خلص، بس انا كنت محتاجاه لحاجه معينه، يعني محتاجه اصلا الديزاين والرسمه دي بالظبط. هو اي نعم بحس ان انا لابساها كاني زي الحراميه شويه كده، بس انا كنت محتاجه الرسمه دي بجد، ومحتاجه ان هو يكون هيكول اصلا، عشان انا ما بلبسش حاجه ما يكونش هيكول، لازم يكون هيكول. المهم ان انا كنت ماشيه كده بقى عادي ومروحه من الوكاله، لقيت بنتين ماسكين الشماعه بتاعت الهيكول ده، وهي عماله تقول لصاحبتها اشتريه ولا ما اشتريهوش، هي تقنعها، هي تقول لها لا اصل انا عندي كتير ومش عارف ايه. طبعا انا بقى ايه قاعده براقبها من 3 استندات وراها، يعني انا بقى واقفه كده بقى شويه هنزل اجيب كوبايه شاي من القهوه واستنى بقى هي هتعمل ايه في القطعه بقى، تاخدها ولا مش هتاخدها. المهم النتيجه النهائيه طبعا انتوا عرفتوها، ان هي ما خدتش القطعه، فهي لسه بتحط القطعه على الشماعه. طبعا انا بيني وبينها 3 استند، فانا مش هقدر ان انا اجري كل ده، ممكن بيه وانزل اتزحلق كده. المهم رحت قلت لها بس بس بس، راحت قالت لي نعم. قلت لها ممكن بس تجيبي لي الهيكول اللي انت لسه حاطاه، قالت لي ده. قلت لها اه. رحت اول ما خدته انا ما شفتش ما فتشتش فيه اصلا، لان انا وهي ماسكاه انا عماله اراقبه، فانا خلاص حفظت تفاصيله. وبعدين انا محتاجه الحاجه دي، دفعت ال 35 جنيه للراجل ومشيت. ابص على الشنطه بعد ما مشيت اقول اضحك كده اقول سبحان الله، يعني ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، يعني ايه الحلاوه دي والله. لما نزلت بقى يوم الجمعه اشتريت ايه؟ اولا يوم الجمعه حاليا بقى زحمه، ولو انت هتنزلي يوم الجمعه تنزلي قبل الصلاه علشان ما يبقاش لسه زحمه قوي، عشان هي دلوقتي الناس بتنزل يوم الجمعه بس. طبعا انا صورت لكم قطعه بسيطه كده من يوم الجمعه عشان تشوفوها. اشتريت القطعه الرهيبه دي، طبعا انا اول ما شفتها اشتريتها. انا بحب التول،
وبحب شغل الكروشيه الهاند ميد، فتخيلوا ان الحاجتين في قطعه واحده. طبعا لازم اشتريها، وحسيت ان هي برضو حسيت كده ان هي حلوه. عملت برضو عليها بحث على جوجل ولقيت برضو ان الماركه دي اغلبيتها اصلا بيبيعوا حاجات طول، وبرضو سعرها معدي 75 استرليني، فانتوا متخيلين سعرها، وهي ما فيهاش اي حاجه وشكلها صغنن بس هي كبيره، يعني هي اصلا مقاس اكس لارج 44 اعتقد. هي ماركه اسمها اي تي اكس ارت اند بانو، يا رب اكون بنطقها صح. انا مبسوطه قوي من القطعه دي. عايزاكم بقى تخمنوا هي سعرها كام في التعليقات، اكتبوا لي، وانا كده كده اصلا عامله جزء تاني فيديوهات عشان لسه في حاجات كتير قوي انا اشتريتها مش هلحق اوريها لكم في الفيديو ده، وهقول لكم بقى السعر الحقيقي بتاع القطعه دي. فخمنوا كده واكتبوا لي تعليقات هو سعرها كام، عشان سعرها يخض، هي سعرها يخض خالص. نيجي بقى على القميص اللي انا اشتريته يوم الجمعه برده، وهو القميص الابيض اللي انا اصلا كنت نازله من اول الوكاله، يعني انا كنت مسافره ونازله الوكاله بقول انا عايزه شميز ابيض قصير يكون اوفر سايز، وعايزه جيليه اللي هو السدير جيليه. انا كنت نازله عشان اشتري الحاجتين دول، وطبعا يعني مثلا اما اقول انا عايزه انزل اشتري الحاجتين دول من الوكاله دي صعب يقولوا هو انت يعني اكيد مش متطلباتك كلها هتلاقيها، بس انا قلت لكم انا محظوظه ولقيت اللي انا عايزاه، يعني ده حظ ماشي، انا حظي حلو. القميص ده عجبني قوي بس ما لقيتش عليه ماركات، لقيت مكتوب عليه السايز بس اكس لارج، ولقيته قصير ولقيته لايق على الجيب، وهو ده اللي انا عايزاه. طبعا انا غسلته، هو انا مش عارفه انا حاسه ان انا عملت فيه حاجه غلط، بس انا غسلته على ايدي، يعني ممكن ده يتكوي اللي تتكوي فتلزق، يعني انا كنت شاريه كانت اللي هي لازقه، فلما غسلته اللي وقفت كده مش عارفه هي زعلت ولا ايه. المهم بقى ان انا لسه هكويه، بس ادعوا لي انا ما احرقوش عشان انا اصلا بكره حاجه اسمها كوي، انا بكره اكوي فعلا. نجيب بقى الكوبايه اللي وقعت اللي انا ما شربتهاش اصلا. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، رب يكون عجبك المشتريات، واستنيني الجزء الثاني علشان في حاجات كتيره قوي عايزه اوريها لكم، بس الفيديو هيطول مني قوي، وعايزه بقى الحاجات التانية دي عايزه روقان خالص، عشان بقى الحاجات دي فعلا يعني مش عاديه خالص. فتابعوني الفيديوهات الجايه عشان باذن الله هنزل فيديو جاي قريب، وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك على الفيديو، وتكتبي لي تعليقاتك، واكتبي سعر القطعه دي ما تنسيش، عشان انت لما تعرفي سعرها الحقيقه هتتخضي. والتجربه كانت حلوه، وجربيها وقولي لي رايك في التعليق. باي باي.